بدأنا نشتغل عليها. كان بقصة التمويل وانه محتاجين بعض مهارات في فريقنا. انا مؤسس الشركه مع عبد الله الشريف مع الاستاذ ايمن عكلوك، احنا الثلاثه مشتركين في تاسيس العب واتعلم. هدفنا انه احنا نحاول احنا وجود حل المشاكل في التعليم. الاطفال من 3 سنوات 9 ل 12 سنه مستهدفين بشكل عام في الوطن العربي. تعرف انه الطفل في المدرسه بيعاني، ان هو صح ممكن يكون متفوق، ممكن يكون بينجح بشكل آلي، لكن فعليا مش كل الطلاب. المدرس ما بيقدرش يغطي بشرح الواحد لكل الطلاب. فكان عندنا الموقع تبعنا زائد بوابة موبايل، بحيث انه الطفل يدخل بحسابه يلعب يشوف تفاعلية. النظام نفسه يتبع وين اخطاء الطالب، وين نقاط ضعفه، يوجد حلول، وفي نفس الوقت يعمل تتبع للتقدم تبعه ويعطي التقارير لاهله كمان، بحيث انه الطفل صار يلعب ويتعلم اللي هو بحبه انه بيلعب واللي هو محتاج انه يتعلم. فحققنا الهدفين من خلال الفكره تبعتنا، وبدينا فعلا نحن ننتج. المحتوى تبعنا طبعا ضخم جدا، انه بتعرف في عندك مناهج وقسم طريقه المناهج تبعتنا، انه صعب الوقت مع مناهج في الوطن العربي المختلفه. فتعاملنا مع نظام مهارات بحيث انه يكون تقسيم مهاري، بحيث انه نقدر نغطي كل المناهج في الوطن العربي. احد الالعاب تبعتي انه انا في عندي مثلا لعبه متاهه، هذه انه في عندي وحوش، لعبه عاديه بيها عاديه الالعاب، وفيها جزء تنافس طبعا مش لحاله بيلعب فيه غير بشوف في امتى الوقت اللي استنفذ وايش العدد الاسئله اللي جاوبها صح. ممكن يظهر له معلومات او ممكن يظهر له اسئله، هذا بشكل نوعا ما انه يؤدي الغرض او يؤدي المفروض تبعه انه العب واتعلم. من ناحية التسويقية المشروع عشان يكبر وعشان ينزل بشكل كامل محتاج وقت وجهد طويل، مش حقدر اخذ منه عوائد خلال فترة قصيرة. فبالتالي احنا بدينا نعمل منتجات صغيرة تنزل بشكل فردي، يعني ممكن دروس معينة العاب معينة اشتغلين عليها ننزلها في متاجر عندك جوجل كروم، ممكن ننزله الاسواق الويب، في عندك للموبايل اسواق موبايل عندك الابل ستور والاندرو والجوجل بلاي، ممكن ننزلهم بحيث انه احنا نبيعهم كالعاب فرديه، وبعد هيك من خلالها ممكن نسوق لمشروعنا الكامل.